في إطار الحملات التوعوية التي يقوم بها المجلس الوطني، فقد وصل المستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية محمد صالح عبد الجليل يحيى على رأس وفد رفيع المستوى إلى محافظة أبوقدام التي تبعد 25 كيلومترا جنوب مدينة أبشة حاضرة ولاية والدي، للتعرف على مدى سير عملية مراجعة السجل الانتخابي. وفور وصول الوفد فقد عقد لقاء مع المسؤولين والشيوخ التقليديين بالمنطقة، محافظ أبوقدام ورئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالاستفتاء الدستوري بالمنطقة محمد مكصابون، أكد للوفد الزائر بأن عملية الإحصاء تجري بصورة جيدة، رغم أن هناك بعض الصعوبات التي تتعلق بنقص في دفاتر التسجيل وشيء من هذا القبيل. المستشار محمد صالح عبد الجليل يحيى ثمن الجهود التي بذلت من قبل لجنة التسجيل الوطنية المكلفة بالاستفتاء، داعيا في الوقت نفسه المسؤولين والشيوخ التقليديين القيام بتكثيف الحملات التوعوية للسكان وحثهم على التوجه إلى مراكز استخراج البطاقات ومراجعة السجل الانتخابي. ممثلو الشيوخ التقليديين والشباب والنساء جميعهم أكدوا دعمهم للحملات التوعوية ومساعدة اللجان بتسهيل عملهم بالمنطقة، علما بأن عملية التسجيل متوفرة في جميع المراكز المخصصة لها بالمنطقة.